فين الصلاة؟ صلاة على رسول الله. طيب النهاردة بقى نتكلم عن قصة الملك والوزير. اسمعي يا علياء، هنتكلم عن قصة الملك والوزير. هنتكلم عن قصة الملك والوزير. كان يا مكان في مرة زمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ملك، الملك ده كان له وزير. الناس اللي بتتكلم، كان في ملك والملك ده له ايه؟ الوزير. كان في ملك والملك ده له وزير. كل ما يحصل للوزير للملك حاجة وحشة، الوزير يقول لعله خير. الوزير يقول ايه؟ لعله خير. كل ما يحصل حاجة للملك الوزير يقول له ما تزعلش، لعله خير. وفي مرة من المرات الملك ماشي مش واخد باله، وقع في قلب حفرة كبيرة قوي قوي، فرجله وجعته جدا، والدكاترة جم قالوا له في صابع من الصابع بتوعك لازم نقطعه، علشان لو ما تقطعش رجليك كلها هتتقطع، فلازم الصابع ده يتقطع علشان تبقى كويس. وقطعوا له ايه؟ صابع من اصابع من صابع رجليه. فالوزير قال ايه؟ لعله ايه؟ قال لعله خير. فالملك قال له سنتك بيضة، هو انا كل ما يحصل حاجه تقول لعله خير وصابعي يتقطع وتقول لعله خير؟ يا حرس. خلى الحرس يجوا وراحوا واخدينه وقبضوا عليه وحطوه في السجن، سجنوه. وفي مرة من المرات الملك ده طالع للصيد، طالع ايه؟ يصطاد. وهو ماشي في قلب الصحراء بيصطاد، ده انه يركب الخيل بتاعه ويجري يجري 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 عشان يصطاد، فبعد عن العساكر والجنود بتوعه ومشي في مكان بعيد قوي قوي قوي. فطلعوا عليه جماعة قطاع طرق، وراحوا حطوا عليه السيوف وخدوه وربطوه بالسلاسل وخدوه. الجماعة دول كان عندهم عادة ان هم يذبحوا كل سنة واحد للصنم بتاعهم، للإله بتاعهم. عندهم آلهة أصنام، يجيبوا واحد يذبحوه للمين؟ للصنم قربان. فالمهم جابوا الملك، ما يعرفش ان هو ملك، وقالوا احنا هنذبحه قربان ايه؟ للصنم، للاله بتاعنا. وراحوا موقفينه على خشبة طويلة كده هو علشان ايه؟ يذبحوه، يقتلوه، يذبحوه قربان للصنم. المهم واحد فيهم بص كده اتلقى رجليه فيها صابع ايه؟ متشار مقطوع. فقال لهم لا يا جماعة، احنا مش هينفع نعمل ايه؟ نموته. ليه؟ علشان في صابع مقطوع، والحاجة اللي احنا نقدمها للإله بتاعنا لازم تكون حاجة ايه؟ سليمة، مش حاجة مقطوعة. فالصابع دوت نجاه من الايه؟ من الموت. فافتكر كلمة الايه؟ كلمة لعله خير، كلمة الوزير لعله خير. وراح رايح جري للقصر بتاعه وقال لهم طلعوا لي ايه؟ طلعوا لي الوزير. فالوزير لما طلع قال له اني حصل كذا وكذا، حكى له القصه بقى. قال له انا افتكرت الكلمه بتاعتك لعله ايه؟ لعله خير. بس اني بقى لما سجنتك انت قلت لعله خير، قلت لعله خير ليه؟ هو السجن فيه خير؟ قال له اه، ما اني لو ما كنتش اتسجنت كنت همشي ايه؟ وياك، واني ما فيش حاجه فيا ايه؟ مقطوعه، فكانوا هياخدوني اني ويقتلوني، فسجني كان خير ايه؟ كان خير ليا. نتعلم من القصه دي ايه؟ ان الواحد ما يزعلش لما يحصل له حاجه وحشه. ممكن الواحد فينا يتعب شويه، يبقى نفسه في حاجه ربنا ما مش يديها له فما يزعلش، فيكون ممكن يكون لعله ايه؟ لعله خير.